بعد الخوف الكبير الذي اجتاح العالم من مجاعة إثر الحرب الأوكرانية الروسية، أتى الحل من الهند التي أعلنت استعدادها لتوفير المواد الغذائية لبقية العالم في أعقاب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار. معلوم أن الهند لديها ما يكفي من الغذاء لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وأنها مستعدة لتزويد العالم مخزونات الغذاء في أي وقت إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك. وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم، إذ إنهما مسؤولتان عن نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية، كما أنهما مسؤولتان عن 55% من صادرات زيت دوار الشمس و17% من صادرات الذرة والشعير. وكان من المتوقع أن تصدر معاً 14 مليون طن من القمح وأكثر من 16 مليون طن من الذرة هذا العام وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. واليوم تعد الهند ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم، واعتباراً من أوائل أبريل نيسان الحالي كان لديها مخزون من السلعتين يقدر ب 74 مليون طن، تم الاحتفاظ ب 21 مليون طن منها لسد احتياجات الاحتياطي الاستراتيجي لها، بالإضافة إلى حصة نظام اجتماعي يمنح أكثر من 700 مليون فقير إمكانية الحصول على الغذاء بسعر رخيص. كما أن الهند لديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و16 مليون طن من القمح. فهل يمكن لهذا الحل أن يساعد في تهدئة الأسعار العالمية وتخفيف العبء عن البلدان المستوردة في جميع أنحاء العالم؟